السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى مختاراتنا من الصحف لهذا اليوم البداية من صحيفة بوست الإسرائيلية التي نشرت مقالاً بعنوان الولايات المتحدة والقتال من أجل بقاء الأسد قالت فيه هل يشكل نظام الأسد في سوريا خطراً على الأمن الدولي أكبر من ذلك الذي يشكله عناصر تنظيم القاعدة الذين يقاتلون هناك هل تعتقد الولايات المتحدة حقا أن إسقاط النظام السوري يعني إضعافا لإيران وحزب الله، وبالتالي تحولا في ميزان القوى في الشرق الأوسط باتجاه المصالح الغربية؟ هل القوى التي تقاتل الرئيس السوري بشار الأسد، التي تسميها الولايات المتحدة المعارضة، لديها ولاء للغرب وأكثر ديمقراطية؟ غياب الأسد سوف يعني استمرار الوضع الفوضوي الحالي في سوريا كما هو الحال في العراق وليبيا واليمن. خلافا لتفكير الولايات المتحدة بالتمني، فإن النظام الذي سوف يظهر لن يكون بأي شكل من الاشكال ديمقراطيا وليبراليا، ولن يكون مواليا للغرب، وليس نظاما علمانيا مع الجيش السوري الحر، ولا حتى نظاما اسلاميا مع الاخوان المسلمين. عند الخروج من حالة الفوضى والتشويش الذي يسود في سوريا حاليا، على الأرجح فإن المجموعات المرتبطة بالقاعدة والتي سوف تظهر وهي التي تحقق اليد العليا حاليًا، سوف تعرّض الدول المحيطة للخطر مثل لبنان والأردن وحتى تركيا. كما أن سقوط الأسد سوف يعني تدهور وتفاقم الصراع العربي الإسرائيلي الفلسطيني باتجاه حروب طاحنة. هناك المزيد من الأسئلة التي يمكن طرحها أيضًا بشكل عام. هل تفهم الولايات المتحدة أن إهمال الشرق الأوسط وخيانتها لحلفائها يشكل خطرًا حقيقيًا على المنطقة برمتها؟ هل تدرك الولايات المتحدة التناقض الأخلاقي في سياساتها عندما تدعم القوى الجهادية العنيفة والمعادية للغرب في المنطقة ضد الحكومات الشرعية؟ هل تأخذ الولايات المتحدة في حسبانها حالات الفشل العديدة في المنطقة فيما يتعلق بتطبيق الديمقراطية؟ في أفغانستان، في العراق، في لبنان، في غزة وفي باكستان. هل تستوعب الولايات المتحدة عواقب تعطيل النظام الدولي عندما تسود الفوضى؟ يتعين على الإدارة الأمريكية الاستماع إلى الكيفية التي ينظر فيها الزعماء العرب لتصرفاتها. يجب القول بوضوح إن هذه الظروف المروعة جميعها ما هي إلا نتيجة لسياسات أوباما المأساوية. والجميع في منطقة الشرق الاوسط وفي الساحة الدولية سوف يدفع الثمن. وبالانتقال إلى صحيفة العرب اللندنية حيث كتب محمود سرحان مقالا تحت عنوان: مسرحية النظام السوري مع الفلسطينيين في اليرموك قال فيه: بدأت فصول مسرحية النظام السوري حول وضع المخيمات الفلسطينية على أراضيه بالتكشف. فعد عن كون المخيمات ورقة ضغط في لعبته السياسية الداخلية والدولية، والتي تساعده على تفسير ما يتعرض إليه من مؤامرة كونية بحسب مزاعمه، فهي في الوقت عينه ورقة يستخدمها ضد الفلسطينيين أنفسهم، وهذا ما تثبته الأوضاع المأساوية التي يواجهها الفلسطينيون في مخيم اليرموك جنوب دمشق. أتت المبادرة الأهلية من وحي مبادرة منظمة التحرير الفلسطينية والتي نصت على اخلاء المخيم من المظاهر المسلحه وانسحاب قوات المعارضه الى خارجه، وفتح الطريق امام حركه المدنيين، والسماح بدخول المساعدات، وتشكيل لجنه من الفصائل الفلسطينيه لحفظ الامن فيه، واطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين من سجون النظام الذين لم يثبت تورطهم في الصراع. ولكن جاء الرد عليها مفاجئا ليزيد من دراما المشهد. فقد وافق عليها النظام السوري والمعارضة المسلحة، ولم توافق عليها فصائل التحالف الفلسطيني، وبالتالي بدأت فصول المسرحية التي يقوم أحمد جبريل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بالنيابة عن النظام في لعب دور البطولة، معلنا على لسان متحدثه الإعلامي أنور رجاء بانهم سوف يفتحون المعبر الذي تسيطر جماعته عليه في اول المخيم لخروج الاهالي بلا عوده هذه المره اتى الرد من الاهالي المحاصرين حيث خرجوا في مظاهره التحدي رفضا لمشروع اخلائهم من المخيم ودعما للمبادره الاهليه مما اضطر جبريل لاعلان موافقته على المبادره على مدى شهرين بقيت المبادره قائمه والمسرحيه مستمره مع تغيير نسبها من اهلية الى مبادرة جبريل، ثم عادت الى المنظمة، وبدأت من جديد المماطلة في تنفيذها بعد انسحاب قوات المعارضة السورية، ورفضوا ادخال المساعدات وفتح المعبر بذرائع عديدة، وفقد الناس الامل، وبدأوا بالتململ من استمرار الحصار على يد نظام المقاومة والممانعة من جهة، ومن جهة اخرى تجار الدم الذين يستغلون معاناتهم وحصارهم. كل هذه الممارسات تدل حتى الآن على أن التهدئة والحصار في مخيم اليرموك هما مجرد مسرحية يمد في فصولها النظام كي يساوم عليها الجميع حلفائه ومنظمة التحرير الفلسطينية والمعارضة السورية المسلحة وقد تكون أيضا إحدى أوراقه في جنيف اثنين ربما مشاهدينا الكرام، نشرت صحيفة الشرق الأوسط مقالا لشمسان المناعي بعنوان: مؤتمر جنيف اثنين لا يقبل القسمة على اثنين، قال فيه. مع قرب انعقاد مؤتمر جنيف اثنين الذي يعقد بتاريخ الثاني والعشرين من يناير كانون الثاني الجاري لإيجاد حل لقضية الشعب السوري، وهو مؤتمر الفرصة الأخيرة. تتزايد وتيرة الاتصالات بين أطراف كثيرة من الدول الكبرى والمنظمات الدولية. ليس حرصا في رأيي على إيجاد حل للقضية السورية، ولكن لكسب أكبر قدر من الغنائم على حساب الشعب السوري. وبذلك تصبح قضية الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره ومستقبله لبعض الأطراف الدولية فرصة مناسبة لتصفية حسابات بين بعض هذه الدول والمنظمات، يكون فيها الشعب السوري هو الذي يدفع الفاتورة في النهاية. أبعد كل ما اقترفه النظام السوري من جرائم قتل وإبادة ومجازر بالأسلحة الكيماوية بحق شعبه، وتشريد له من أرضه، حتى وصلت هذه القضايا إلى قضايا يجب أن يُحال من هو مسؤول عنها للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما دعت إليه كثير من منظمات حقوق الإنسان. أبعد كل هذا يحق لحاكم دكتاتوري دموي أن يكون موضع نقاش في أن يحضر أو لا يحضر المؤتمر؟ وبذلك ينقلب ميزان العدل في العالم ويضيع حق الشعب السوري في تقدير مصيره في مؤتمر جنيف الثاني إذا كان المتحاورون في المؤتمر سوف يتساوى لديهم الجلاد والضحية فدعونا نقول منذ الآن على منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن السلام ونقرأ عليهم الفاتحة إن كان يستحقانها أصبحت الأمم المتحدة ومجلس الأمن عاجزين عن إيقاف دكتاتور دمويا عن قتل شعبه ومن المفارقات العجيبة أن روسيا التي تطحنها الأزمات الاقتصادية الخانقة أصبحت طرفا رئيسيا في حل قضية الشعب السوري ولذا فهي تحرص كل الحرص على بقاء النظام السوري حتى تجد من يشتري أسلحتها القديمة ويدفع لها من قوت شعبه وهذا ما يقوم به النظام السوري اذا لم يجر تفعيل المبدا الرئيس الذي جرى الاتفاق عليه في جنيف واحد في مؤتمر جنيف اثنين وهو تشكيل حكومه انتقاليه يجري بعدها اعطاء الشعب السوري الحق في تقرير مصيره بنفسه ولا يكون للاسد اي دور فيها فلا حق لاي طرف من الاطراف المشاركه في جنيف اثنين مهما كانت قوته ان يجبر الشعب السوري الذي يمثله الائتلاف الوطني أقول لا أحد يستطيع إجباره على قبول ما يجري الإتفاق عليه في المؤتمر، وإن مؤتمر جنيف اثنين لا يقبل القسمة على اثنين. فإما أن يكون الشعب السوري وقواه الوطنية بمختلف انتماءاتها هو الممثل الحقيقي لشعبه، وتكون له الكلمة العليا في المؤتمر، وإما أن يعترف الراعون للمؤتمر بأن المؤتمر فشل قبل أن يبدأ، وعليهم أن يرحلوا من حيث جاؤوا. وبالانتقال إلى موقع أخبار العالم الذي نشر مقالا لعبد الباري عطوان بعنوان منظومة, منظومة أصدقاء سوريا أفلست وجنيف اثنين تمهيدا لجنيف ثلاثة قال فيه. نجزم بأن منظمة أصدقاء سوريا التي اختتمت اجتماعاتها في باريس بحضور أحد عشر وزير خارجية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ووزير خارجيتها جون كيري قد أفلست ولم يعد لديها غير التكرار الممل لمواقفها وبياناتها فكيف يمكن ان نفسر الفقره التي وردت في بيانها الختامي وتؤكد على ضروره مشاركه المعارضه السوريه في مؤتمر جنيف 2 الذي سيعقد في الثاني والعشرين من الشهر الحالي فاي معارضه التي يتحدثون عنها ومن اي فصائل تتكون ومن هو رئيسها ومن تمثل على الارض ولعل أبرز التناقضات التي وردت في هذا الاجتماع وبيانه الختامي أن السيد أحمد الجرب رئيس الائتلاف الوطني يتدلل ويملي شروطه ودون أن يقرر ما إذا كان ائتلافه سيشارك في مؤتمر جنيف اثنين أم لا تناقض آخر هو اقتراح أمريكي لقي استحسانا روسيا جرت مناقشته في اللقاء الأهم بين كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش مؤتمر الأصدقاء وينص على وقف لإطلاق النار في سوريا وتبادل السجناء بين حكومة بشار الأسد والمعارضة على أن تكون البداية في منطقة حلب حكومة بشار الأسد يمكن أن تلتزم وتلزم مقاتليها بوقف إطلاق النار ولكن هل يستطيع كيري ووزراء الخارجية العرب الذين ينضمون تحت عباءته أن يفعلوا الشيء نفسه؟ اي ان يلزموا فصائل المعارضه المسلحه بهدنه وتبادل للاسره الاجابه قطعا بالنفي النظام السوري لم يسقط مثلما كان يامل المشاركون في مؤتمر جنيف الاول كما ان الفصائل الجهاديه التهمت الجيش الحر او معظمه اصدقاء سوريا اتفقوا على عقد مؤتمر جنيف اثنين في موعده وعدم تاجيله لكنه من المرجح ان ياتي حضورا هزيلا ومن الدول نفسها التي حضرت المؤتمر الاول، ومن اجل ذر الرماد في العيون انتظارا او تمهيدا لعقد مؤتمر جنيف ثلاثه او جنيف اربعه، وهكذا دواليك. باختصار شديد نقولها بكل ثقه لن يتم التوصل لحل سياسي للازمه السوريه الا بعد وصول جميع الاطراف المتقاتله الى مرحله الانهاك التام. وستستمر الحلقه الدمويه وتتصاعد قد تتغير بعض الوجوه وتظهر قوى جديده باسماء جديده فمثلا اخذت الجبهه الاسلاميه مكان الجيش الحر وجيش الاسلام سياتي من يزيحها من الطريق ليحل محلها فبالامس النصره واليوم داعش ولا نعلم من ياتي غدا انها لعبه كراسي دمويه مرشحه للاستمرار لسنوات وربما لعقود قادمه ومرة أخرى نقول أن الشعب السوري هو الضحية، فأرقام الشهداء لم تعد مهمة، وصور الضحايا المؤلمة لم تعد تحرك إلا القلة للأسف. ننتقل الآن إلى صحيفة عين المدينة التي نشرت مقالا بعنوان: رصاصة وطنية تلف الكوع وتقتل الإرهابي أبو أحمد، قالت فيه. بكل مهنية ومفعما بروح الانتصار على المؤامرة الوهابية الصهيو سلفية الامبريا امريكية الخليج تركية الاربعة عشر اذارية الكونية يأتي الخبر العاجل ليصبغ نصف شاشة التلفزيون العربي السوري ثلاثة ارهابيين عرب يحملون احزمة ناسفة يهاجمون بعربة مصفحة احد مواقع الجيش العربي السوري بريف حمص وبواسل الجيش العربي السوري يتصدون للهجوم الغادر ويوقعون العشرات منهم بين قتيل وجريح. وعلى الرغم من هول الاحداث وفواجع البراميل الا ان السوريين لم يتمالكوا انفسهم عن القهقهة لا بسبب الثلاثه الارهابيين الذين احالهم بواسل الاسد بقدره قادر الى عشرات القتلى والجرحى وافشلوا العمليه. كما لم يضحك السوريون على ذلك الاصرار على ان الجيش السوري عربي. على الرغم من أن السياح الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين الذين يقومون بالحج بكثافة إلى حسينياتهم المقدسة والحق يقال إن السوريين لم ينفجروا من الضحك حينما قرأوا ذلك الخبر العاجل سوى من أجل كلمة واحدة مرت مرور الكرام داخل السياق عندما وصف الإعلام السوري هذا الهجوم بالغادر فصرخوا بملء حناجرهم أيها البواسل هذا الوطني يضحكنا الأخبار العاجلة التي تتصدر نشرات أخبار الشاشة الرسمية للنظام تجعل السوريين يعتقدون لوهلة أنهم سائحون من بلاد الهند جاءوا إلى سوريا بدعوة من وزير السياحة ليثبت للعالم المتآمر على الممانعة أنه ما في شيء وسوريا في أمن وأمان وانه يمكن للهندي والصيني ان يتسكع في الشوارع ويستمتع بجسر البرامكه او ما يسمى جسر الرئيس ذلك الصرح الحضاري الذي يعج بمؤ... بمئات عمال النظافه الحريصين على المسح الشامل للطرقات وهم بكامل اناقتهم بينما يتفرج السائحون الهنود بدهشه على طقوس الذبح الحلال وفق الشريعه الايرانيه وبالانتقال إلى صحيفة عنب بلدي، كتب معتز مراد مقالا تحت عنوان: هل سقطت ورقة داعش؟ قال فيه: منذ لحظة نشوء الدولة الإسلامية في العراق والشام خلال السنتين الماضيتين، لم يجرؤ الغالب الأعظم من أبناء الشعب السوري بكافة فصائلهم الثورية المدنية والعسكرية على الوقوف علنا في وجهها لسبب أساسي. وهو رفعها او استخدامها لرايه عزيزه على قلوب المسلمين رايه لا اله الا الله وتحدثها باسم الاسلام وتحكيم الشريعه وسياده مبادئ الدين ولكن ما فعلته داعش بحق السوريين فاق كل قدرتهم على التحمل وعكس تشوهها الخطير في فهم الدين والحياه ومدى تدخل النظام في صنعها واطلاق يدها في سوريا فلم تتورع فصائل هذا التنظيم عن قتل السوريين مسلمين وغير مسلمين، تلفيين وجهاديين بطريقه مشابهه تماما لطريقه النظام في القتل والتصفيه. حتى المعتقلين لم يسلموا من اجرامها، بل شهدنا كيف قتل مؤخرا الطبيب حسين السليمان امير احرار الشام في تل ابيض وعشرات اخرون في سجونها بطريقه ذكرتنا بمقتل حمزه الخطيب وغياث مطر. في سجون النظام. وبعد نفاذ الصبر وانتهاء المهل المعطاة لداعش للتراجع عن تلك الافعال البشعه والتوبه عنها وتسليم الجنى، اضطرت تشكيلات الجيش الحر، الجبهه الاسلاميه، جبهه ثوار سوريا، جيش المجاهدين، اضطروا الى اعلان الحرب عليها والسعي لطردها من جميع المناطق المتواجده فيها في سوريا. فهل سقطت هذه الورقة التي استخدمها نظام الأسد طويلاً أمام العالم في محاولات مستميتة لإقناعهم بأنه لا يواجه شعبه بل مجموعات متطرفة وإسلاميين عبارين للقارات وهل بان للمجتمع الدولي أن الشعب السوري يرفض بفطرته تلك الأفعال البشعة التي يأباها كل صاحب دين ومبدأ وضمير حي وأن سوريا لن تكون موطناً للتطرف فنسيجها وإرثها الاجتماعي لن يقبل بذلك وهل سيكون هذا الإعلان الكبير طرد داعش من سوريا ورقة في صالح الثورة السورية وصورتها العالمية واستعادتها للبوصلة؟ كونها تنبذ الإرهاب المنظم تحت أي مسمى كان أم أن شمس الثورة سيغطيها غربال النظام والمجتمع الدولي المتآمر من جديد؟ ختامًا يمكننا القول أن هناك قناعة تنمو وتترسخ لدى الشعب السوري أن العبرة يجب أن تكون أولًا بالسلوك والأفعال لا بالأقوال والشعارات الرنانة، فتلك روسيا وإيران تتشدقان يوميًا باحترامها للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ولكن أفعالهم وسياساتهم تقتل الإنسان وتدمر أقدم حضارة عرفها التاريخ. الى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافه لهذا اليوم شكرا لحسن متابعتكم لنا لقاء متجدد غدا ان شاء الله دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته